السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة وتهكير جديد. اليوم يا أصدقائي سوف أريكم شرح تهكير لعبة Ocean Survival عبر برنامج Unlucky Butcher. وهي لنبدأ الشرح، نقوم بالدخول إلى تطبيق Unlucky Butcher، نقوم بالضغط على خيار اللعبة. بس انتظروا قليل، خلونا نبحث عن اللعبة. نقوم بالضغط على اللعبة ونقوم بالضغط على فتح قائمة باتشات، ونضغط على إنشاء ملف إبيكي معدل، ونضغط على إعادة بناء الملف الإبيكي، ونضغط إعادة بناء التطبيق. حسنا أصدقائي، لما تتم تهكير ملفات اللعبة سوف أرجع لكم. ورجعت لكم أصدقائي، تم تهكير ملفات اللعبة بنجاح. الآن نقوم بالضغط على الانتقال إلى الملف، ونضغط إلغاء التثبيت والتثبيت، ونضغط نعم، ونضغط موافق. لغينا تثبيت اللعبة. الآن نقوم بالخروج من تطبيق اللاكي باتشر، نقوم بالدخول إلى تطبيق الملفات، نقوم بالضغط على وحدة التخزين الداخلية، ونبحث عن ملف الذي اسمه موديفايد، نضغط عليه، ونضغط على ملف الخاص باللعبة، ونقوم بتثبيت اللعبة. حسنا أصدقائي، لما تتم تثبيت اللعبة سوف أرجع لكم. ورجعت لكم مرة أخرى أصدقائي، تم تثبيت اللعبة بنجاح. الآن نقوم بالضغط على تم، ونقوم بالخروج من تطبيق المدير الملفات، ونضغط على اللعبة، نقوم بالانتظار حتى يقوم بالتحميل، نضغط على نيو جيم. كما ترون أصدقائي، يقوم بتعليمنا المرحلة الأولى وهي المرحلة التعليمية. حسنا أصدقائي، لما ألعب المرحلة التعليمية هذه وارجع لكم. ورجعت لكم مرة أخرى أصدقائي، لغاية لعبت المرحلة الأولى وهي المرحلة التعليمية. الآن نقوم بالضغط على المتجر، ونقوم بزيادة الأموال، ولدينا 350، أقصد 3500. وكما ترون أصدقائي، استطعنا تهكير اللعبة بنجاح تام، واستطعنا أن نجيب فلوس إلى النهاية كما ترون قدامكم. الآن نقوم بحفظ عملية الشراء، ونقوم بزيادة الأموال كما ترون قدامكم يا أصدقائي. ولعبتنا اليوم استطعنا تهكيرها بنجاح انت. نقوم بزيادة الكثير والكثير من الأموال هكذا يا أصدقائي. وكما ترون أصدقائي، إن الشرح سهل جدا، وعليكم تتبعوا الطريقة خطوة بخطوة، إن شاء الله إنه يضبط معكم التهكير. حسنا أصدقائي، إلى هنا ننتهي شرح حلقتنا اليوم. إن شاء الله تستفيدوا من طريقة الشرح السهلة جدا، وإلى اللقاء. سوف نلقاكم بفيديو آخر وتهكير آخر، ومع السلامة.